مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بدارس جيتار. رح نحكي بهالفيديو عن فالساتا للفاندانجو دي هولفا. المهم نعرف انه هالفالساتا بتبلش على البيت الأولى من الكمباس، فخلينا نشرحها شوي شوي. بتبلش الفالساتا هون على هالكورد يلي هو كورد نوع من الاف ميجر 7. بنحط اصبعنا الأول على 8 فرات من 5 وتر، اصبعنا التالت على 10 فرات من 4 وتر، اصبعنا التاني على 9 فرات من 3 وتر، واصبعنا الرابع على 10 فرات من 2 وتر. واللي رح نعمله هو رح نلعب بهالشكل، بولغار بولغار بعدين AMI بنفس الوقت، AMI على الأوتار النايلون. والراسكيادو اللي عم نستعملها هي ال I up A down I down. so بعد ما نلعب الكورد غولبي راسكيادو طلع بهالشكل. فينا نزيد هالطلعة الصغيرة قبل ما نعمل الجولبي. بعدين ننتقل على الكورد يلي هو نوع من الإي ماينر. بنحط إصبعنا الأول على 7 فرات من 5 وتر، إصبعنا التالت على 9 فرات من 4 وتر، وإصبعنا التاني على 8 فرات من 2 وتر. هذا هو الكورد. فبعد ما عملنا هالجزء نعمل نفس الشي بهالكورد، بعدين ننتقل على كورد ال D minor 7 باري على 5 فرات، الأصبع الثالث على 7 فرات من 4 وتر، الأصبع الثاني على 6 فرات من 2 وتر. هون الكورد عم نلعب أرباجيو عليه بس بطريقة مختلفة شوي، بس حتى ما يكون كله مثل بعضه بهالشكل. والأرباجيو بي بي I M A M I P. بنخلص على رابع وتر، بعدين ننتقل على هالكورد يلي هو نوع من ال C major 7. بنحط اصبعنا الاول على ثالث فرات من 5 وتر، اصبعنا التالت على 5 فرات من 4 وتر، واصبعنا التاني على 4 فرات من 3 وتر. so بعد ما نلعب الأرباجيو على الدي ماينر نفس الشي مثل هالكورد وهالكورد، نفس الشي على هالكورد. هاي خلص أول جزء. تاني جزء شبيه بأول جزء، نفس الشي على هالكورد. بعدين هون بنعمل أرباجيو هالمرة، وبدل ما الكورد نخليه الأصبع هذا ما يكون مغطي كل السترينجز، بده يصير مغطيهم كلهم، فبدنا ننزله باري بيكون بهالشكل، بننزله باري على كل السترينجز، ومنزيد إصبعنا الرابع على 10 فرات من أول وتر. فمنلعب بهالشكل B B I M. منحط أصبعنا سو بتصير بهالشكل B B I M A M I P I am.
تخلص على تاني وتر بإصبع الأم. بعد مرة نرجع ننتقل على كورد الدي ماينر. سن مرة بدنا نعمل شوية هامر أونز بول أوفز. بهالشكل. So like an P, I, M و A بنفس الوقت. من خامس وتر وال I, M, A بيكونوا على الوتر 4, 3 و 2. كمان مرة. So الهامر هون عم تكون بإصبعنا الصغير على 8 فرت من تاني وتر، وبعدين نرجع نعمل pull off لسادس فرت، نرجع نعمل pull off لخامس فرت، كلهم على تاني وتر. بعدين منحط إصبعنا الصغير على سابع فرات نرجع نلعب على تاني وتر خامس فرات بعدين سادس فرات. سو كل العملية بتصير بهالشكل. بعد مرة بإصبعنا الأم وآخر شيء بإصبعنا الـ A. كمان بعد ما نعمل هال hammer on pull offs بدنا ننهي أو نختم هون هال phrase بهالشكل. نحط إصبعنا الثالث على ثالث فرات من رابع وتر، والثاني على ثاني فرات من ثالث وتر، والأول على أول فرات من أول وتر. نلعب أرباجيو سريع PIMA من رابع سترينج. نرجع نعمل pull off على أول وتر من first لopen، ونفس الشيء مثل الريماتي اللي حكينا عنها بفيديو الريماتيز والكمباس. هالفريز هون قريبة عليها. بعدين على تاني وتر في عنا إصبعنا الصغير بيجي على تالت فرات، حتى نعمل pull offs من تالت فرت لأول فرت لأوبن. بعدين على الوتر التالت تاني فرت pull off لأوبن، نلعب تالت فرت من رابع string. سو بتصير بهالشكل. بعدين آخر شي مننهي بوتر سادس open. سو بتصير بهالطريقة. golpe tresillo هاي الرمات اللي حاكينا عنها من قبل. نرجع نلخص من الدي ماينر. بعد كمان مرة ننتقل على الكورد ال B flat major 7. نفس الكونسبت مثل هون بس هون، بس هالمرة في عنا فرق شوي. حنرجع نجي لهون، منخلي الكورد نفس الشي، منشيل إصبعنا الأول والرابع، نحط إصبعنا الأول على أول فرت من تاني وتر حتى يصير فينا نعمل ليجاتو هون. هامر أون بول أوف على أول فرت من تاني وتر. سو
نعمل الراسكيادو تبع التانجو، بعدين الطلعة ننتقل بالإيد الشمال لحتى يصير فينا نعمل هال hammer on pull off. So لنعيد. Okay, so ننتقل وفي طلعتين، طلعة pull off. لنلخص، بعد ما نعمل هالجزء بدنا ننتقل على كورد الـ A minor 7، نفس الطريقة كمان، نفس الشيء الكونسبت، بعدين G مع غولبي F، بعدين الرماتة اللي شرحناها بفيديو الرماتز D minor 7 نوتة D sharp و سادس أول open open، بعدين بالبلغار. خلينا نعيد آخر جزء. يمكن تلاحظوا ان انا في تعبيات صغار بعملهم، ما بشرحهم لانه هولي بيختلفوا كل مرة عن مرة، فهولي حسب احساسه للواحد بفوتهم او بحطهم او بيتغيروا. فخلينا نرجع نعمل الفلساتة كلها. هلا المترونوم انا حاطه بطريقة انه هو كل اول بيت من مجر بقلبه 3 بيتس تكون إلها صوت غير، فبس لتسمعوا تعرفوا كيف. اوكي لح رح اعمل هيك على البيت اللي هي الصوت المختلف تبعه. اوكي فهي كرمال العد تصيروا تقدروا تعرفوا الاكسنتس وين محلهم. ف 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. لان نحن مثل ما اتفقنا انه الفاندانجو دي ويلفا الاكسنت فيه رح يكونوا على البيتس الاولى والرابعه. خلينا ننتقل للفلساتة هلا.